امبارح نزل على اليوتيوب واليوم رح نزله هون، حتى اتشكركم من كل قلبي على دعمكم اللي اكثر من روعه وفوق الخيال. 6 أفكار و6 أنواع سلطات لللانش بوكس رح نشوفهم سوا بفيديو اليوم، كل وحده اطيب من الثانيه ومليانين فوائد غذائيه وبيشبعوا، شي بدجاج شي بلحمه شي بباستا وشي بس بخضره. تعالوا نحضرهم سوا اليوم. اول فكره واول نوع سلطه رح يكون سلطه الخضره المشويه. بقلب صينيه للفرن رح نحط شوي من الجزر بيبي كارت او جزر عادي مقطع، شويه بصل مقطعينه جوانح، شويه فليفله خضره كمان مقطعينها، شمندر او بيتروت طازه او معلب ما بتفرق، انا استعملت المعلب لانه كتير اسهل، وكمان بطاطا حلوه او قرع اذا توفر. بنحط لهم خيط زيت زيتون على وجهن، رشه ملح وشويه اوريجانو، ورح نفوتهم على فرن حامي من فوق ومن تحت على اعلى درجه حراره موجوده عندنا لمده تقريبا 40 دقيقه لحتى ينشوا ويستووا عنا. رح نتركهم بالفرن ورح نحضر انواع السلطات الباقيه وبنرجع لهم باخر الفيديو. تاني فكره سلطه رح تكون سلطه الدجاج او التشيكن سالد. عندي صدرين من الدجاج متبلهم مثل العاده بشويه زيت زيتون اوريجانو ملح وشويه ثوم بودره، وطبعا شرايح الحامض او الليمون، ننقعهم تقريبا شي نص ساعه ما بدهم اكثر، بنرجع بناخذهم وبنشويهم على الغاز او بالاير فراير او بالفرن ما بتفرق لحتى يستووا عنا. لحتى نشكل السلطة بقلب جاط او بقلب صحن او بقلب بوكس مثل ما انا عم بستعمل، رح نحط اول شي خس او ايسبرغ مفروم، شوية بصل اخضر، شوية عنب احمر مقطعينه بالنص، وبنرجع بنحط الدجاجات اللي شويناهن واللي بردوا ورجعنا قطعناهن لمكعبات، شوفوا منظرهن ما اجمله. على الوجه للزينة رح نحط شوي من الجوز او من الجوز الامريكاني واللي هو البيكان، وشوية بقدونس بتعمل تاتش كمان كتير طيب. الصوص او الدريسنج تبع هيدي السلطة رح يكون عبارة عن معلقتين كبار من المايونيز، عصير حامضة او ليمونة، شوية خردل تقريبا شي معلقة صغيرة الى معلقة كبيرة من الخردل، واكيد زيت زيتون، وطبعا رح نملح ونبهر بمعلقة صغيرة من الملح ونص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود. ودايما بس كنت تعملوا سلطة وتعملوا الصوص حدا جربوا هيك استعملوا بردمين صغار مثل ما انا عم بعملك، بتحطوا كل شي بقلبه وبترجون سوا بينخلطوا وبتصير الصوص عندكم جاهزة، وبس بدكم تاكلوا بتفتحوا المرطبان وبتحطوه فوق السلطة وبتستمتعوا فيها. السلطة رقم 3 والفكرة الثالثة رح تكون سلطة الحمص. بقلب مقلية رح نحط علبة من الحمص شايلين من قلبها المي تاعيتها، رح نرجع نحط عليها رشة ملح ورشة بابريكا وشوي من التشيري فليكس إذا بتحبوا طعمة الحر هيك تكون خفيفة. بنرجع بنحط لها خيط زيت زيتون وبناخذها على الغاز وبنقليها لحتى هذا الحمص شوي يتقلى عنا، يعني على نار قوية شي 4-5 دقايق ماكسيموم. ولحتى نشكل هالسلطة رح نبلش هالمرة ونحط أول شي بقلب العلبة شوي من الخيار المقطعينه، شوية بندورة، أنا عم بستعمل الكرزية بس فيكم تستخدموا أنتو البندورة العادية، شوية بصل أحمر مقطعينه لجوانح أو بصل أبيض ما بتفرق، الحمص اللي قليناه واللي تركناه شوي حتى يبرد، ومن على الوجه بنرجع بنحط شوي من الكزبرة للزينة وكمان بتعطي طعم كتير طيب. الصوص تبع هيدي السلطة رح تكون حبة ثوم مهروسة، عصير حامضتين أو ليمونتين، كتير من زيت الزيتون لانه كتير بيعطي طعم طيب بالسلطات، رشة ملح، معلقة صغيرة من الملح ومعلقة كبيرة من الكمون، بيعطي طعم كتير طيب لهيدي السلطة. بالجار او بالمرطبان الصغير بنسكر وبنرج كل شي سوا وبتكون هيدي الصوص صارت جاهزة. السلطة رقم 4 هي اكتر وحدة حبوها اصحابي وهي سلطة التاكوز. اول شي رح نبلش ونجهز البهارات اللي رح نتبل فيها اللحمة، معلقة بابريكا كبيرة، معلقة كمون صغيرة، معلقة ثوم بودرة صغيرة، نص معلقة ملح، نص معلقة فلفل أسود، نص معلقة بابريكا، ومعلقة صغيرة من الأوريجانو. بنخلطهم كلهم سوا كتير منيح، وهول رح نستعملهم حتى تتبل فيهم اللحمة، رح تكون طعمتها طعمة التاكوز. الهدف إنه نعمل سلطة بيشبه طعمتها نفس طعمة التاكوز اللي بنجيبهم نحن ساندويتشز. هول البهارات بيأدوا لكيلو لحمة، بس نحن عم نعمل نص كيلو لحمة، فبناخد منهم معلقتين بس، معلقتين كبار، وبنحتفظ بالباقي بقلب مرطبين لبعدين بس بدنا نعمل تاكوز مره ثانيه. لكن عنا نص كيلو من اللحمه المفرومه تبلناها بمعلقتين كبار من هول البهارات وبنقليها بلا زيت لحد ما تستوي وتاخذ هذا اللون اللي شايفينه قدامكم. ولحتى نشكل هيدي السلطه بقلب البوكس تبعنا رح نبلش اول شيء ونحط الخس او الايسبرغ المفروم، بنرجع بنحط البندوره المقطعه، شوي من البصل الاحمر او الابيض المقطع، شويه فاصوليا حمراء او بيضاء، شويه درة، وحبه من الافوكا او حبتين من الافوكا مقطعينهم شرايح. بنرجع بنحط اللحمة اللي قليناها واللي بردت شوي، ورح نرجع نحط كمان شوي من الجبنة، أي نوع جبنة، موتزاريلا أو قشقوان ما بتفرق. آخر شي فينا نحط على الوجه شوي من التشيبس أو من التاكوس، أنا ما كان عندي تاكوس فحطيت التشيبس، وهيك بنكون حطينا كل المكونات اللي بنلاقيها نحن بالراب أو بالساندويتش تبع التاكوس وتحولوا على شكل سلطة. وطبعا صوص التاكو رح تكون نفس الصوص اللي بنحطها بقلب الساندويتش واللي هي الصلصة، فرح نحضرها ورح نحطها فوق هيدي السلطة. بقلب الفرامة أو بمحضر الطعام رح نحط حبتين من التوم، ربع بصلة، نص بقى ونص ضمه من الكزبره المفرومه ناعم، وعلبه من البندوره المقشره او البيل توميتو اللي ملاقيها بالسوبر ماركت، هي بيجي لونها كتير احمر وغامق هيك بتطلع الصوص كمان غامقه، عصير حامضه او ليمونه، وشوي من الملح، وبنطحنهم كلهم سوا كتير منيح وبتكون الصوص صارت جاهزه عنا.
واللي بحب طعم الحر او بحبها تكون شوي سبايسي فيكم تحطوا كمان كم حبه من الهالوبينو او من المي تبع الهالوبينو فوق هيدا الصوص. وهيك بتكون رابع فكره سلطه التاكوز صارت جاهزه عنا. منرجع هلا لاول سلطه واول فكره واللي هي سلطه الخضره المشويه. من بعد ما استوى الخضره عنا بالفرن رح نطلعهم نشوفهم منظرهم كيف صار، كيف نشوه واستوى واهتروا عنا. بقلب البوكس تبع السلطه رح نحط اول شيء خس او ايسبرغ مقطع، بنرجع نحط كل هاي الخضره اللي شويناها، بنرجع بنحط كميه غنيه من الرمان، هيدي السلطه كتير بيلبق للرمان، وبنرجع بنحط على الوجه كمان كم حبه من الجوز بيعطي طعم كمان كتير طيب. وبنحضر هلا للصوص. هيدا الصوص رح تكون عبارة عن فينيغرات. رح نبلش أول شي ونحط شوي من زيت الزيتون، شوي من خل البلسمك، معلقة كبيرة من الخردل، ومعلقة كبيرة من العسل. منملح بمعلقة صغيرة من الملح ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. منسكر هالمرطبين ومنرج الصوص كتير منيح. بتكون الصوص صارت جاهزة عنا، وهيدا السلطة بتكون صارت جاهزة عنا. السلطة رقم 6 هي السلطة اليونانية أو الجريك سالد، واللي هي غنية عن التعريف. بقلب العلبة تبع السلطة رح نبلش أول شي ونحط خس مقطع، خيار مقطع دواير، شوية بندورة، بصل أكيد مقطع، شوية زيتون أسود أو أخضر مقطع، شوية فليفلة خضرة مقطعة، وأكيد شبنة فتة على الوجه. وآخر نوع سلطة رح يكون للعالم اللي ما بيشبعوا بس من الخضرة وبيحبوا يكون في كمان معهم شي يشبعهم أكتر. فكر من هيك رح نعمل باستا سالد. نسلق باستا، بنسلق معكرونه، بنحطها بقلب الصحن، بنرجع بنوزع على وجهها فليفله ملونه كل الالوان، شويه زيتون مقطع، وطبعا اكيد لازم نحط لها جبنه، جبنه حلوم، جبنه موتزاريلا، اشقوان، ما بتفرق اللي بدكم اياه. وهول النوعين من السلطه رح نستعملهم نفس الصوص. فرح نحط اول شيء عصير الحامض، زيت الزيتون، معلقه صغيره من الخردل، معلقه صغيره من العسل، رشه اوريجانو، رشه زعتر، وبنرجع اكيد رح نملح بشويه ملح، معلقه صغيره من الملح، ونص معلقه صغيره من الفلفل الاسود. منسكر المرطبين ومنخطهم سوا كتير منيح، بتكون هيدي الصوص صارت جاهزة عنا. وبهيدي الطريقة بنكون شفنا 6 أنواع و6 أفكار سلطات ممكن نحضرهم كل يوم حتى ما نزهق من نفس السلطة. طبعا أكيد بعد في أفكار تانية وسلطات أوريدي كلياتنا بنعرفها فيكم تحضروها، بس حبيت أرجيكم اليوم أفكار جديدة حتى نعملها. والحلو إنه مثلا فيها نهار الإجازة نحضر كذا نوع من هول السلطات ونخليهم بالبراد بس ما نحط عليهم الصوص. منخلي الصوص على جنب، بنرجع بناخدها معنا وبنحطها بس بدنا ناكل. شوفوا كيف منرجها مثل ما كنا نعمل ايام الجامعه، منرج العلبه حاطين خلط كل شيء سوا وبناكلها وبنستمتع فيها. سلطه الحمص، سلطه الدجاج، سلطه التاكوز، سلطه الخضره المشويه، السلطه اليونانيه، وسلطه المعكرونه. خبروني اي اكثر وحده حبيتوا، اي وحده رح تجربوا. وصحتين والف عافيه على قلبكم جميعا.